نروح لأيضا أغرب لقطة في عالم كرة القدم. ارتكب حكم مباريات في الدوري المكسيكي خطأ لا يغتفر أبدا بعدما حرم إحدى الفرق من هدف محقق نتيجة سوء تمركزه في الملعب. تخيلوا، أحد المهاجمين انفرد ليسدد الهدف الثالث في المرمى وردها القائم لتصل إلى زميله الذي وجه الكرة نحو الشباك الخالية، ولكنه فوجئ بالحكم يعترض الكرة لتضيع الفرصة. شايفين؟ شايفين؟ شوف اللي صار. صراحة يعني ما أفهم كثير في كرة القدم، ولكن أكيد اللاعبين في هذه اللحظة راح يعصبوا، ولكن أيضا في نهاية المطاف الحكم جزء من الملعب، وعاد كان حظهم ما يدخل هدف.